يمنع الدخول إلى السلطان مع السلاح. ستدخل إلى السلطان طغرل محني الرأس، ولن تتكلم قبل كلامه أبداً. والأهم من ذلك، أثناء حديثك مع سلطان السلاطين لن تنظر في عينيه أبداً إلا إن أذن لك. قف هنا، لا تنظر في عيني مولانا. ماذا تريد؟ أريد الأرسلان. لقد قتل ولدي يانز بسببه، والعين بالعين. إما أن تعطيني الأرسلان، وإما نأتي نحن لأخذه. يقول الحكماء إن أكل لحم الخنزير يضعف دماغ الإنسان وذاكرته. أهذا ما جعلكم تنسون هزيمتكم في باسنلر أيها الحاكم؟ لن نأتي بعدد قليل كما في باسنلر، وسوف ترون جيوش بيزنطة كلها على أرضكم. ستواجهون جيشاً ضخماً لم تروه من قبل أيها السلطان. قال تعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نحن لا نثق بكثرتنا، بل نثق بربنا. لا أولاد لديك، أليس كذلك أيها السلطان؟ كل أتباع دولتي هم أبنائي، ثم ما علاقة خلافنا بهذا الأمر؟ لو كان لديك ولد لفهمتني. ادخل في صلب الموضوع وقل ما هو كلامك الأخير. إما البرسلان أو كن جاهزاً لمواجهة أقوى وأكبر الجيوش التي ستدخل إلى أراضيكم. فليجتمع مجلس الحرب. أمر مولانا السلطان.